بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج آخر كلام. برنامجنا النهاردة هيدور حول آخر كلام في التعبير. آخر كلام سمعته في التعبير إن الطلاب ما زالوا بيشتكوا من موضوع التعبير، رغم أنه بيقدم لهم شروط كتابة موضوع التعبير، إزاي تكتب، إزاي ما تشطبش، ما تغلطش إملائيا، ما تغلطش نحويا، وبنفضل ندي شروط وتحذيرات وإحرص على وما تحرصش على. والطلاب فعلا بيستقبلوا الشروط دي استقبال حسن جدا، وبيجيلهم إحساس أنهم يعرفوا يكتبوا، لكن معظم يقول لك انا ما باجي امسك القلم واجي اكتب بقى ما بعرفش. يعني زميلكم مثلا، احد زمايلكم بيقول لي ايه، بصوا مستر، انا بعد ما بسمع محاضره حضرتك في التعبير بحس ان هعرف اكتب وتمام، ومجرد امسك القلم بحس اني بفضي شويه معلومات كانوا عندي والقلم بيقف بعدها برضه، رغم ان هو عارف الشروط كلها. اذا الشروط وحدها لا تكفي. طيب نعمل ايه؟ والله كتير على النت قوي بقى اللي بيتقدم للطلاب، وفي الدروس في مصر كلها الايام دي تلاقي ملزمة التعبير. ملزمة دي عبارة عن ايه؟ استاذ مجتهد جدا وجاب موضوعات تعبير في كل الموضوعات المهمة والمتوقعة، وانت عارف ان هم اصلا حوالي 10-15 موضوع بيتكرروا اصلا في مصر كلها في السنوات يعني السابقة كلها في الامتحانات يعني، ويبدأ يدي للطلاب ملزمة زي دي في موضوع التعبير، يبدأ الطالب يطمئن ان خلاص موضوع التعبير مش كنت تتحل، يمسك الملزمة لما يروح البيت او ما يقرب الامتحان يلاقي الكلام كتير قوي، ويلاقي انا هقرا ده كله امتى، وحتى لما اقراها ما انا هنساها، فكلام كانها موضوعات قراءه كانه منهج زيدي كتير، فبيبقى عارف تقيل كده على قلب الطالب الموضوع، وحاسس ان ايه، ان لا شروط نافعه ولا موضوع مكتوب نافع، وانا مش حاسس ان انا مسيطر على الموضوع قوي. طب ايه الحل؟ طب العناصر، ممكن العناصر تحل الموضوع كتير، بدل الطلاب كتير عناصر، مثلا يقول لي استاذ ايه الموضوعات المتوقعه، اقول له قناه السويس مثلا، النيل، الوحده العربيه، الشباب، اقول له كده. طب اديني عناصر، بديله العناصر، افكار وعناصر، ابص لا الطالب برده مش عارف يكتب. اذا لا شروط نافع ولا موضوعات مكتوبه نافعه ولا عناصر برده نافعه، الشكوى برده مستمره. حقيقة الموضوع ده مقلق يعني، وبالذات الايام دي يعني. طب ملوش حل؟ لا ان شاء الله ليه حل طبعا باذن الله. انا اجتهدت قدر امكاني وطبقت الخريطه الذهنيه على موضوعات التعبير، بجد حلت الموضوع بطريقه عمليه. يعني انا اللي عملته النهارده طبقته الاول في الواقع على عندي في المجاميع، وبعد ما انا تاكدت 100% ان الطريقه ناجحه انا جاي النهارده اوصلها لكم عشان تستفيدوا منها قوي. ايه حكايه الخرائط الذهنيه دي؟ والله مسكت الموضوعات المتوقعه اللي هي بيقولوا يعني حديث المدينه زي ما بيقولوا، او حديث الدوله كله يعني. يعني من ضمن الموضوعات المتوقعه احنا عارفين كلنا قناه السويس، قناه السويس افتتاحها يمكن قبل امتحانك بيومين، فقناه السويس موضوع متوقع. طب عملت انا ايه بقى؟ ببساطه كده دخلت الجوجل، كتبت مشروع قناه السويس وبدات ادوس انتر. طبعا طلع لي بقى روابط زي عد ما تعدش بقى يعني، فبدات افتح اقرا شويه كده، عجبني اقرا شويه بسرعه، طبعا قراءه سريعه جدا، بدات اتصيد المعلومات، اتصيد معايا ورقه وقلم كده وعمال اتصيد، فلقيت مثلا رقم اروح كاتبه، الرقم مثلا طول القناة ايه، مش عارف، حاجة بس سريعة جدا يعني، كل رابط بفتحه ما بقعدش قدامه دقيقة او دقيقتين، لان انا مش بقرأ اذاكر، انا بقرأ اتصيد المعلومات. فتصيدت شوية ارقام، وبعد شوية كده لقيت معلومة تاريخية قمت كاتبها عن قناة السويس، وبعدها بشوية لقيت برضو عن عصر حلوة خد معايا سريعة بنقل الذهنية عملها كده. بص بقى الشكل ده هتلاقي فيه معلومات رائعة ومتنوعة، يعني الجانب الفكري موجود في الأرقام وفي المعلومات التاريخية وفي المعلومات الحديثة، والجانب الوجداني موجود في التعبيرات الجميلة وفي التعبيرات الجميلة وفي الشواهد وفي بعض المشاعر اللي هنظهرها أثناء. فعملت التجربة عملية بقى عشان ما يبقاش الموضوع نظري وشروط وخلاص. فخدت الخريطة دي بعد ما عملتها كده اللي قدامك ديت، ورحت نزلت للطلاب عندي وقلت لهم يا جماعة أنا عايزكم تكتبوا لي موضوع عن قناة السويس. طبعا أنت عارف بالأول بقى التذمر والإعراض، إحنا ما عندناش معلومات، إحنا مش عارف إيه، عارف. فبدأ الطلاب إيه، طيب يا جماعة أنا ما كنتش لسه وريتهم خريطة يعني، فقمت موزع، بس كنت مصورها، قمت موزع عليهم كل واحد يعني. طب بصوا بقى في الخريطة ديت وقول لي شعورك، أنت كنت دلوقتي بتقول لي أنا مش عارف أكتب وأنا مش عارف إيه، ما عنديش معلومات، طب نكتب إيه، أصل أنا ما أعرفش خلاص. وبدا الطلاب يبصوا في الخريطه، لقيت الناس بدات تسكت الصوت يعني، هدت كده وقالوا خلاص ماشي ان شاء الله حاضر.
فلما لقوا اللي قدامهم الموضوع، فانا عايزك تعمل كده برضو، انت هتطبع الورقه ديت في فولدر، في الفولدر كده هتلاقي تحت الرابط تحت كده الفيديو، هتنزل هتلاقي الفولدر فيه خرائط ذهنيه، وانا حرصت انها تكون بي دي اف واضحه، اطبعها وحطها قدامك، وهي قدامك برضو على الشاشه دلوقتي هوريها لك برضو، بس انا عشان بس ايه يعني في موضوع جايه برضو هعملها بنفس الطريقه عشان تبقى انت كأنك معايا ايه في الواقع يعني. المهم اديتهم برضو لسه بيني وبينك انا مش متاكد ان المشكله اتحلت، لان يعني انا زي ما قلت لكم في الاول مفيش حاجه لا شروط ولا موضوعات جاهزه ولا اي حاجه ما عارفه تحلها. فلقيت الطلاب بقى مستنيهم الحصه اللي بعدها اشوف بقى نتيجه الموضوع ايه. انتوا مش متخيلين يا جماعه بجد النجاح الباهر لهذه الطريقه، اقسم بالله العظيم الطلاب كتبوا موضوعات من اروع ما يكون، حتى الطلاب اللي هم يعني ما بيعرفوش يكتبوا خالص وبيقولوا احنا ما بنعرفش نكتب، كتبوا موضوعات جميله وطويله، وراعوا فيها طبعا الشروط الشكليه اللي هقولها في الاخر ديت، ده حاجه بسيطه خالص، ديت كلام بسيط وانتوا كنتوا سمعتوه. انا ليا ثلاث حصص معروفين على النت قوي، اللي هي كيف تكتب موضوع تعبير وتحصل على الدرجه النهائيه، وموضوع ثاني وحصه ثانيه بعنوان كيف تكتب 40 سطرا وفي ربع ساعه، وحصه ثالثه كيف تكتب موضوع تعبير. المهم حصص معروفه ومشهوره على النت ومنتشره. الحاجه الوحيده اللي خلت الطالب حاسس انه متمكن ويقدر يكتب موضوع تعبير الطريقه اللي انا قلت لك عليها دلوقتي ديت. تعالوا بقى نشوف كده ونفصصها كده مع بعض كده ونشوف، وانت هتحس انك انت، وهعرض لكم موضوع كمان دلوقتي مكتوب اهو، مكتوب بالظبط اللي هو موضوع عن قناه السويس، شوفوا ازاي الخريطه دي اتحولت لموضوع في ببساطه شديده جدا طبعا ان شاء الله. بصوا انا اول حاجه قدامك اللي هي الارقام، ارقام دي على فكره هعملها في كل الموضوعات اللي قدامك ديت، كل الموضوعات هتمشي كده، ارقام تاريخ معلومات تاريخيه يعني ومعلومات حديثه، والجانب الثاني تعبيرات جميله وشواهد ومشاعر واهميه الموضوع اللي احنا بنكتب فيه او اهميه القضيه اللي احنا بنتكلم عليها. طب بص كده الارقام دي، يعني انا مطالب احفظ الارقام دي كلها؟ لا طبعا انت مش مطالب تحفظ الارقام دي كلها طبعا، لا ده ارقام اللي تفتكروا منها افتكر، صدقني خدها كده هتلاقي الرقم اصلا ثبت معاك. يعني قدامك 35 كيلومتر حفر جاف و37 كيلومتر تعميق الممر القديم، خد معلومات متناسره وهنشوف دلوقتي ازاي استثمرت هذه المعلومات يعني. ومليار دولار، 4 مليار دولار دي تكلفه القناه بس، حفر القناه 4 مليار دولار، و8.5 مليار دولار اللي هي تكلفه ثلاث انفاق على القناه، وهتوفر 1.5 مليون. انا عمال ايه؟ عمال بقولك اتصيد المعلومات سريعا، انا ما بقفش 1 مليون ونص فرصه عمل، حطيت الارقام بص صنفتها، حطيت الارقام كلها مع بعضها، ولا افتكر افتكر ولا ما افتكرش خلاص مش مشكله يعني، دي مش معلومات في درس قراءه مثلا يعني. طيب الدخل السنوي هيترفع لمليار دولار، 100 مليار دولار عفوا، ارتفاع مكانه مصر في التجاره العالميه ب 20%. شوف بقى مين بقى من الارقام دي ممكن يثبت في دماغك، ما تقوليش مش ولا رقم، لا مش معقول يعني. طبعا هو مش فرض تكتب الارقام، بس الارقام بتدي للتعبير بتاعك يعني عارف، بتدي له رونق كده علمي، بتدي له انه مش طالب عمال يقول يجب ان ومما لا شك فيه وان هذا الموضوع، تعرف الكلام اللي مصر كلها بتكتب الموضوع الغريب اللي انت بتكتبه ده. المهم ان دي ارقام هتدي لموضوعك يعني نوع من الايه، من الثقل العلمي. التاريخ بقى، معلومات تاريخيه، انها فتحت اول مره اتبنت، اول مره اتحفرت عفوا، اول مره اتحفرت كانت في عهد الخديوي سعيد، معلومه حلوه، تم المشروع القديم. دي لسيبس طبعا الناس كلها عارفه ان هو صاحب القرار اللي هو المشروع والتنفيذ والكلام ده، اللي هو المهندس الفرنسي. اتأممت في عهد عبد الناصر سنه اللي هي عدوان ثلاثه 56. والغريب بقى ان من التاريخ ان الحروب الثلاثه 73 و67 و56، الحروب الثلاثه كانت بتدور حول قناه السويس، حاجه عجيبه جدا من اهم الملحوظات التاريخيه يعني. طب انا هعمل ايه في الكلام ده يا استاذ؟ اصبر ان الله مع الصابرين، خد المعلومات دي بس وهتشوف دلوقتي انا هنعمل بيه. على فكره دي مش عناصر، خلي بالك العناصر هتديك شويه افكار وخلاص، لا دي معلومات وليست عناصر، وهناك فرق ما بين عناصر اللي هي افكار رئيسيه او افكار عامه انت اللي تكتب، لا ده دي معلومات انت هتستثمرها وهتكتب فيها كتير ان شاء الله قوي. بص يا سيدي كمان، الحفر القناه بدا 4 اغسطس 2014، ده بدايه الحفر، واتجمع حوالي 60 مليار جنيه في اسبوع واحد من الشعب المصري اول ما اعلن عن المشروع. مده الحفر سنه واحده وكان مقرر لها 3 سنين، الا ان تقلص او تم ضغط الفتره علشان ظروف مصر الاقتصاديه لسنه واحده بس. خلاص دي معلومات، تعالى نتكلم بقى للجانب الوجداني. شوف بقى التعبيرات الجميله اللي التقطتها اثناء وانا ببحث. يعني مثلا لقيت عرق المصريين، والله ده كانت في مقالة، والتانية دم المصريين، فلقيت عرق ودم المصريين. طب ما ده تعبير جميل ممكن استخدمه، بالعرق نبني وبالدم نحمي. شفت بقى بدأنا بلاغة اهو بقى. كمان بص لما جينا نتكلم عن الناس يعني، لما تيجي تتكلم عن قناة السويس، لقيت الجملة دي حلوة قوي، ان قناة السويس شريان الخير
بص التشبيه الجميل، شبه القناة بشريان الخير، ذاكرة مصر، معركة التنمية والبناء، قناة السويس درع مصر، المصري يسابق الزمن. يا أستاذ التعبيرات دي عامل بقى إيه؟ اصبر بس، أنت كل ما هتمسك القلم وهتكتب وهتبص على الخريطة الذهنية هتلاقيك إيه؟ الوحي ينزل، ما تخافش إن شاء الله، الإلهام يعني. شواهد بقى لقيتها طبعًا مناسبة للموضوع، في شواهد عامة وما نخافش من الشواهد دي يا جماعة، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عندك كمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بص الحديث ده، من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له. طب انا ازاي يعني؟ يعني اللي بات تعبان من عمل ايديه وذنوبه تغفر؟ ما انا هربطها بالناس اللي تعبانه والشقيانه وعشان تحفر وعشان تبني. الناس دي لما بتبات تعبانه ده ربنا بيحبهم. اي حد بيبات تعبان من شغله ربنا بيحبه وبيغفر له ذنوبه، هربطها يعني ما تقلقش يعني. قال حافظ ابراهيم بقى، يا سلام على البيت ده، وقف الخلق جميعا ينظرون كيف ابني قواعد المجد وحدي، وبناة الاهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. مش ده كان مشروع رائع، مشروع الاهرامات عشان يعملوه زمان؟ او كاني يعني باخد من التاريخ وبقول ان هذا الموضوع يشبه، او حفر القناه يشبه هذا المجد العظيم يعني. قال اخر، ما استعصى على قوم منال اذا الاقدام كان لهم ركابا. طب ايه المشاعر وانا بكتب لازم اظهرها؟ مشاعر التحدي، مشاعر الصبر، مشاعر الصمود. انا عارف الناس كلها بتقول لي الكلام ده ازاي ده كله يا استاذ، اصبر عليا ان الله مع الصابرين. هقرا لك موضوع اهو دلوقتي نفذت في الخريطه الذهنيه، لان انت لو الموضوع ده نزلت بقى بقيه الخريطه الذهنيه، الخرائط الذهنيه اللي موضوعات الثانيه، يعني في خرائط ذهنيه عن الشباب وعن الوحده العربيه، ففي خرائط ذهنيه كتير، فانا هعلمك الاولانيه عشان بعد كده انت بقى ايه يعني تنطلق في التانيين يعني ان شاء الله طبعا يعني. وانت بتكتب التعبير عايزك تظهر لي مشاعر التحدي، الصبر، الصمود، الفخر، الامل. طب ايه الاهميه اللي هتعود بقى وايه الفوائد؟ الفوائد كنت قلتها في ثنايا الكلام لكن بجمعه، بتوفر 1.5 مليون فرصه عمل، بتوفر ساعات انتظار في القناه بدل من 11 ساعه 3 ساعات، بترفع الدخل القومي بتاع مصر، بترتقي بمستوى الطبقه المتوسطه، بزياده التصدير، بتطور سيناء وبتعمر. طيب تعالى بقى شوف الناس لما جت استثمرت هذا الكلام في صوره موضوع تعبير. ما احنا قلنا النهارده، اسمحوا لي ان انا اسمي الحلقه النهارده التعبير التطبيقي، حلقه التعبير التطبيقي، عشان يبقى بنطبق الكلام ويبقى الكلام قدامنا، عشان حد يقول انا ما بعرفش. تعالوا بقى نشوف زمايلكم كتبوا ايه في هذا الموضوع لما شافوا الخريطه الذهنيه. بص بقى الموضوع قدامك بيقول ايه. وقف بص البدايه بقى، البداية، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. ما أصدق وجدان حافظ إبراهيم حين قال هذه الأبيات من عشرات السنين، وما أعجب أن يظل صدى أبياته يعبر عن مواقف في عصرنا الحديث. فكلما شاهدت في التلفاز أو على شبكة الإنترنت صورة أو فيلما توضيحيا لتلك الملحمة الرائعة في شق قناة السويس الجديدة شريان الخير لمصر، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا الحبيب، أمتلئ فخرا وأمتلئ أملا وفخرا. أرى سواعد رجال مصر وهي تشق أكثر من 35 كيلومترا. شفت عملت إيه بقى؟ بدأت استثمر الأرقام اللي عندي، وتعمق المجرى القديم الذي يبلغ طوله حوالي 37 كيلومتر. يمكن انا كتبت لك بطريقتين، مره بطريقه الارقام ومره بطريقه الحروف العربيه، فبراحتك اكتب بالطريقتين ما تقلقش. ويا ريت لو ما انتش عارف كتابه الاعداد ومعظمكم ما بيعرفهاش، يا ريت يكتب بطريقه العادي، يكتب الرقم بالحساب عادي. يسابقون الزمن ويسجلون رقما قياسيا عالميا. خلي بالك يسابقون الزمن دي انا كنت في التعبيرات اللي قدامك يعني. بص ها يعني بستثمر التعبيرات، او زي ما بستثمر الارقام بستثمر التعبيرات. وانت لو بصيت على الخريطه الذهنيه مره واثنين انت ممكن تكتب موضوع احسن من ده كمان. وهي تشق اكثر من 35 كيلومترا، وتعمق المجرى القديم الذي يبلغ طوله حوالي 37 كيلومترا. يسابقون الزمن ويسجلون رقما قياسيا عالميا فعلا في رفع ملايين الامتار من الرمال ليتموا ما وعدوا به شعب مصر من انجاز هذا المشروع القومي الضخم في عام واحد، رغم انه يحتاج 3 اعوام. نلاحظ ان انا رعيت في الفقره
المسافه البيضه اللي في البدايه فوق اهي قدامك، ورأيت ان هي منتهيه بنقطه ومجموعه كده من السطور مع بعضها، وفي مسافه ما بين الفقرتين. كل ده يا جماعه مهم جدا. تلاحظ برضو في الفقره ان لما تعجبت وقلت ما اصدق، حطيت علامه تعجب، وشريان الخير حطيتها ما بين شرطتين. يعني يا جماعه علامات الترقيم وفي بعض الفصلات اللي انا قلتها ما بين الجمل، فدي نظام فقره ولابد ان الطالب يلتزم بهذا النظام. ملاحظ ايضا ان انا ما بداتش بالبدايه التقليديه الممله اللي انا بلاقي الطلاب يبداوا بيها كتير، مما لا شك فيه ان هذا الموضوع، او بقى البدايات والمقدمات المحفوظه يعني المصنوعه اللي الطالب بيكتبها بجد. انا لما بشوفها حتى وانا بصحح او زمايلي بيصححوا بيعرفوا ان الطالب ده يعني مش صادق قوي. ليه؟ حافظ لي مقدمة طبعا، إن الكلمات لتعجز وإن الحروف لتتضاءل وإني لأجدني في غمرة من أمري، كلام كبير أوي. فتعال يا قلمي وتعالي أيتها الصفحات لنصارع أمواج. إيه عم إيه عم إيه الكلام؟ تعال يا قلمي أو صفحتي إيه؟ يا جماعة ابدأوا بداية طبيعية، بلاش المقدمات ديت، عشان بجد أنا بتبقى متكلفة مصنوعة ملهاش اي علاقة بالواقع اللي انت بتكتب فيه. غير كده اسلوبك التاني بعدها، الفقرة التانية اللي انت هتكتبها من عندك بقى شتانة شتان بينها وما بين الفقرة وما بين اسلوب الفقرة. فبيبان قوي، بيبان قوي الفرق ما بين الاسلوبين. عشان كده اقول للطلاب بلاش المقدمات المحفوظة دي يا جماعة، لانها بجد شكلها وحش، نوع من عدم الصدق، نوع من ايوه عدم الصدق، لانها مش كلامك انت حافظ كلمتين وجاي تقولهم. ده تكلف، اسمه تكلف، وليس من البلاغه يعني ولا الفصاحه انك تعمل كده. والله اذا كان اسلوبك ده بقى بالكامل هتعرف تكتب زي الاسلوب ده، كمل لي بالمقدمه. امال اعمل ايه يا استاذ؟ اعمل ايه؟ عندك ثلاث انواع من المقدمات. بالمناسبه برضو ما انا بص في وسط الكلام برضو يعني هدي لك معلومات حلوه برضو. عندك ثلاث انواع من المقدمات، انا مسميهم كده دايما للطلبه، المقدمه الحكميه او المقدمه التساؤليه او المقدمه الابداعيه. يعني انا بدات هنا بالمقدمه الحكميه. يعني ايه المقدمه الحكميه يا جماعه؟ يعني بيت شعر او ايه او حديث شريف او حكمه واشرحها واخش في الموضوع. انا هنا بدات ببيتين شعر همت مرتبطين بالموضوع بتاعي، يا دوبك لمستهم لمسه خفيفه كده وقمت داخل على الموضوع ورابط بالموضوع بتاعي. دي بدايه جميله اسمها بدايه حكميه، بعيد بقى مما لا شك فيه والكلام البدايات المصنوعه المتكلفه دي. كمان عندك البدايه الثانيه التساؤليه. بدايه التساؤليه اللي هي مجموعه من الاسئله، ودي بدايه طلبه كتير بتحبها لانها سهله قوي، انك تمسك الموضوع وتبدا تسال عليه بجميع ادوات الاستفهام الممكنه. لماذا شق هذا المشروع العظيم؟ وكيف يتم في هذه الوقت الفتره القصيره؟ ومن الذي يعني يشرف عليه؟ وافضل من وافضل يعني اخترع شويه اسئله على الموضوع وسماها المقدمه، وبعدين بقى ابدا اجاوب الاسئله زي الكون دي عناصر يعني. وعلى فكره مش شرط كتابه العناصر يا جماعه، كتابه العناصر معهاش درجات يا جماعه، وده سؤال بتسال فيه كتير جدا. كتابه العناصر في البدايه ما تقعدش تضيع وقتك وتقعد تكتب عناصر. انا بص قدامك عملت ايه، تعبير التطبيق عملت ايه قدامك، دخلت في الموضوع على طول، ما كتبتش العناصر وبعدين دخلت في الموضوع، ما تضيعش وقتك تمام. الا اذا كان بقى انت عايز تكتبها ورا بس ترتب افكارك زي ما قلت كده في محاضرات كتير عن موضوع التعبير. شفت البدايه يا جماعه عملت ايه؟ شفت انا راعيت ايه مش شكله وعلامات الترقيم او اخره؟ صحيح ده مكتوب بالكمبيوتر، لكن لو كان مكتوب بايدي برضه هراعي جدا ان انا ما اشطبش. خليت بالك كمان ان انا الهمزات، بص اصدق مكتوبه ازاي، ما اصدق مكتوبه ازاي، الهمزه مكتوبه. خلي بالك لما كتبت هذه ما حطيتش نقطتين فوق بعض على هذه. كمان عندك يا سيدي لما شبكت، بص حطيت النقطتين بتوع تاء التانيث. فخلي بالك الكلام ده كله لازم تخلي بالك منه. ايوه لازم، لازم تتدرب عليه، لازم تتدرب عليه. فانا راعيت الشكل وراعيت الاملاء وراعيت النحو، ما بحاولش الارقام لما بكتبها بخلي بالي جدا ان ثلاثه اعوام، بص ثلاثه اعوام لان ثلاثه لتسعه يخالف. انا مش عايز ادخلك في القصص دي كلها، بس بقول لك خلي بالك يعني من الاخطاء الاملائيه والاخطاء الايه شباب والاخطاء النحويه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. قالوا بقى نكمل الموضوع برضه علشان نتناقش بعض الشروط اللي اتحققت وبعض الحاجات اللي ازاي انا حولت الخريطه الذهنيه دي للموضوع. وفي الرابع من اغسطس عام 2014، دي كانت معلومه من المعلومات، بدا حفر القناه الجديده وبدا التحدي. كانت الملحمه الكبرى عندما طلبت الحكومه من الشعب المصري ان يساهم في هذا المشروع العظيم بما يستطيع من مال، ليشعر كل مصري بأنه يبني بلده من جديد. وجدنا في 8 أيام فقط يتم جمع 60 مليار جنيه لهذا المشروع المصري الأصيل،
وإن دل ذلك فإنما يدل على سرعة فهم هذا الشعب ذي التاريخ الأصيل. خدت بالك من ذي؟ لو مش عايز لو مش عارف تكتبها ما تسيبك منها بقى، نكتب أي حاجة تانية يعني. صاحب التاريخ الطويل أو الأصيل، الأصيل الطويل لما ينفعه وما لا ينفعه، ورغم كل ما يمر بمصر من أخطار خارجية وداخلية، أجد المصريين هذا يبذل عرقه وذاك يبذل دمه لتحيا مصر عزيزة بأبنائها. شفت التعبيرات؟ فاكر التعبيرات كانت في الخريطة الذهنية؟ في الخريطة الذهنية. وحقا كما قال الشاعر، أو بيت الشعر تاني أهو، ما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا، وكم يلقى الرجال من تعب. ملاحظ كمان، لاحظت معايا بيت الشعر أنا كاتبه في سطر لوحده، ما قلتش قال الشاعر نقطتين فوق بعض وبعدين رحت حاطط بيت الشعر بين قوسين. يا نهار أبيض على الأخطاء يا جماعة. أولا قال الشاعر، تنزل السطر اللي بعديه تكتب بيت الشعر، ما تكتبش بيت الشعر في نفس السطر بتاع قال الشاعر، نقطتين فوق بعض وتقوم نازل زمان عامل كده قدامك. كمان تلاحظ ان انا ما حطيتش بيت الشعر بين قوسين وعلى علامتين تنصيص يا جماعه، لان دي برضو نقطه انتوا بتغلطوا فيها كتير جدا. بيت الشعر واضح مش محتاج حاجه، هو مختلف عن شكل الناس اللي مش محتاج حاجه اصلا تبينه. فبيت الشعر قدامنا. وكم يلقى الرجال من تعب في شق هذه القناه، فالعمل قائم 24 ساعه وتستخدم احدث التقنيات والالات الحديثه تحت اشراف الجيش المصري العظيم. ويأخذني العجب، في ناس بقى بتقول لي استاذ طب هو احنا مش لما قناة السويس ده موضوع عن السياسة؟ يا جماعة السياسة ايه يعني؟ ايه الموضوع؟ مشروع للبلد يعني، ما اي حاجة ممكن تقول لي عن السياسة. ما انت لو كان الشباب هتقول لي عن السياسة، ما انت لو جبت لك السياحة هتقول لي عن السياسة، ما انت اي حاجة مرتبطة ممكن تقول لي عن السياسة. سيبكم بقى من الايه، من الكلام اللي ملوش لازمة ده، واكتبوا عادي. احنا ما بنمدحش في اشخاص ولا انت بتنافق حد، انت بتكتب عن مشروع عام هيفيد مصر كلها، هيفيد المصريين كلهم. مهما كان توجهك السياسي، مهما كان توجهك السياسي، انت بتكتب مشروع عام، مش عايز اي تدخل ولا اي عاطفه ملهاش لازمه. احنا بنأدي مهمه في لجنه علم، ما ندخلش اي كلام خارجي، نكتب عن الحدث نفسه، ما بنكتبش عن اشخاص. ويأخذني العجب اكثر عندما اتذكر ما درسته من تاريخ. شفت بقى، هبدأ بقى اوظف المعلومات التاريخيه من تاريخ مصر، وكيف ارتبطت هذه القناة العظيمة بأخطر وأهم ثلاثة حروب في العصر الحديث. حرب 56 العدوان الثلاثي على مصر بسبب تأميم القناة، قناة السويس في عهد الرئيس عبد الناصر، وحرب 67 واحتلال الصهاينة لسيناء الحبيبة وبناء خط بارليف على الضفة الأخرى لقناة السويس، ثم العبور العظيم الذي أذهل العالم وحرر الأرض ورفع رأس مصر عاليا بين الأمم وسطر بأحرف من نور في ذاكرة مصر أغلى الانتصارات وأعزها. كل ده استثمار للمعلومات والتعبيرات اللي أنا كنت كاتبها في الخريطة الذهنية. لو تفتكر هتلاقي كلها، لو رجعت ورايا لأن دي كلها كانت تعبيرات مذكورة أصلا في الخريطة الذهنية. وها نحن اليوم نعبر من جديد إلى مصر الرخاء والأمل والاقتصاد القوي. والعجيب أن هذا العبور يبدأ مرة أخرى من قناة السويس بشق قناة جديدة تدر الخير على مصر وأهلها، بل المنطقة العربية بأسرها، ولا أبالغ حين أقول العالم أجمع. وهذه القناة حين بدأ شقها المهندس الفرنسي دي لسيبس في عهد الخديوي سعيد، بص بدأت تستثمر المعلومات التاريخية، وهي تخدم العالم كله بتوفير شهور من الإبحار في الطريق الطويل عبر رأس الرجاء الصالح. وها هم المصريون اليوم يوفرون بشق التفريعة الجديدة وقت الانتظار من 11 ساعة إلى 3 ساعات فقط. وها هم المستثمرون قد اتجهت عيونهم كالصقور ينتظرون الفرصة ليستثمروا أموالهم في تنمية محور قناة السويس ببناء المشاريع الضخمة ليصبح هذا المحور الواعد من أضخم الأماكن التجارية والخدمية في العالم، ويرفع حصة مصر من حركة التجارة العالمية من 20% إلى 12%. جماعة الكلام ده انت مش شرط تكتبه بالظبط زي ما احنا زي ما مكتوب كده، انا بديلك مثال عشان الناس يقول لك يا نهار ابيض انا هكتب الكلام ده. ايوه والله هتكتب، لو حطيت قدامك الخريطة الذهنية وحاولت ان شاء الله هتكتب، ممكن تكتب كلام احسن من كده ان شاء الله، لو واثق في نفسك وعارف انك انت قدامك مهمة هتعملها ان شاء الله هتكتب يعني. طيب، حقا انها معركة البناء والتنمية، إنها الثورة الحقيقية للاستفادة من خيرات مصر التي حباها الله تعالى بها، وإن الله تعالى لينظر إلينا جميعا كيف سنستغل هذه النعم من أجل أنفسنا والأجيال القادمة. قال تعالى قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا جماعة نكتب الآية صح،
في ناس بتكتبها والمؤمنين، ودي بتبقى مشكله كبيره جدا، هتنقص تنقص بسببها طبعا. فخلي بالكم من الحته دي. شفت انا برضو مهدت للشاهد الدين ازاي، شاهد القران يعني. وهل مشروع قناه السويس هو المشروع الاخير؟ شفت استفهمت، بدات اغير، اتعجبت مره، استفهمت مره، نوعت من اسلوبي. كلا، انه نقطه الانطلاق الى مشاريع قوميه اكبر، انه العبور بمصر من عهد الى عهد. بص بقى، نركب ذورق الامل ونجدف بمجداف الصبر، يملأ قلوبنا الإيمان بأن الله حارس مصر كنانته في أرضه. وأدعو الله تعالى أن نسرع إلى إنجازات أخرى كالتعليم والصحة، فما أحوجنا إلى النهوض السريع بهما حتى لا ندخل مثلث الجهل والفقر والمرض. أيها الشعب المصري الأصيل، لتصبر حتى تجني الثمرة، لتصبر حتى يرتفع دخل المواطن وتتحسن معيشته وتقل فيه البطالة وينتعش التصدير. وجائزتك الكبرى هي تنمية سيناء الحبيبة وإنشاء المشاريع وامتداد العمران المصري فيها حتى تجتث جذور الإرهاب، وينعم المصريون بل العالم كله بالسلام الذي يحققه المصريون المخلصون الشجعان. وأخيرا، اللهم احفظ مصر وأهلها، واجعل هذا المشروع درعا ثانية تحمي حدود مصر وأمنها، وتحيا مصر عزيزة حرة. حقيقة موضوع جميل، موضوع حجمه مناسب، يكاد يكون 40 سطر، موضوع فيه معلومات، في مشاعر، في شواهد، موضوع فعلا محقق الشروط اللي انت ما كنتش عارف تحققها. تحققت ازاي يا شباب؟ من خلال المعلومات اللي استثمرت، هذه المعلومات وبدأت اكتبها في صورة موضوع. على العموم، المعلومات معاك، وهتلاقي كل ده في الفولدر اللي انت هتنزله على جهازك ان شاء الله. هتلاقي الخريطة الذهنية دي، هتلاقي الموضوع ده مكتوب برضو، ممكن تستعين بيه وتقدر انك انت برضو مش تحفظه يعني، مفيش حاجة اسمها تحفظه يعني. ملاحظين يا جماعة ان انا ما شكلتش الموضوع. الناس يقول لي هو المطلوب مني اشكل الموضوع؟ لا طبعا، الموضوع طبعا لا في وقت ولا مطلوب الكلام ده، ولا انت يعني مش سيبويه سعادتك يعني، ولا انت سيبويها عشان تشكلوا موضوع التعبير. الكلام ده ممكن ياخد وقت طويل جدا، فارجو ان احنا ما نعملش حاجه مش مطلوبه علشان ما نوقعش نفسنا. يبقى احنا كده ناقشنا اهوت موضوع من الموضوعات بمعلومات، وقلبناه لموضوع هو قناه السويس، وموضوع مهم جدا. طيب، هل هو ده الموضوع الوحيد يا استاذ؟ لا، تعالى نعمل نفس الطريقه اللي جايه ديت مع موضوع اخر، وهو موضوع الشباب. موضوع الشباب من الموضوعات المهمه. بص يا سيدي، ارقام، تاريخ، معلومات، تعبيرات، شواهد، مشاعر، اهميه. تعالى نمسك كده الاول ارقام، نعرف من هم الشباب. لما تيجي تكتب عن الشباب من سن 15 ل 25 سنه دول شباب. طب نسبة الشباب قد ايه في مصر؟ نسبتهم في مصر هم 20 مليون شاب، ودي من اكبر النسب في العالم على فكرة، 23%. طب نسبة البطالة بينهم قد ايه؟ للأسف مرتفعة، 13%. طب تاريخ، المعلومات التاريخية بقى، يعني الاهل الكهف كانوا شباب، مصعب بن عمير اللي هم الدعاة الاسلام في البداية خالص وسفراء الاسلام كان مصعب بن عمير وكان شاب، بلال بن رباح كان شاب، حرب اكتوبر اللي كانوا فيها كان معظمهم، كان كلهم شباب. كان في طبعا فئة سنية كبيرة، لكن كان معظمهم طبعا شباب. اللي حرروا مصر وحرروا ارض مصر شباب. ثورات مصر من سعد زغلول حتى الان شباب، ثورة 19، ثورة 52، ثورة كمان يناير، 25 يناير، كل دي كانت ثورة شباب. فاذا الشباب هم المحركون وهم الطاقة. يوسف عليه السلام كان شابا وهو في مصر. فدي امثلة للشباب اللي ذكروا في الدين او في التاريخ، في القرآن يعني او في التاريخ. معلومات بقى، خلي بالكم، فاكرين محمد بو عزيز مفجر ثورة الشباب؟ هو كان شاب اللي حرق نفسه، اللي هو شاب كده كان حرق نفسه في تونس لانه كانوا خدوا منه العربية بتاعت يعني اكل عيشه وضربوه مش عارف ايه، فحرق نفسه، وده كان بداية الثورة في تونس اللي انتشرت في العالم العربي كله. معنى كلمة شباب جميلة قوي المعلومة دي، ممكن تستثمرها حلو قوي. معنى كلمة شباب ارتفع ونما، يعني شاب يعني ارتفع ونما، اذا الشباب مرتبط بالزياده والنماء والرفعه. فشفت المعنى اللغوي للكلمه جميل قوي ده، انت ممكن تبدا بيها، ممكن تخليها هي المقدمه. فبص افضل اقرا في المعلومات لغايه ما تشوف نقطه المقدمه فين. كمان هنا مؤسس الفيسبوك اصلا كان عمره 25 سنه يا جماعه. تعالى بقى انواع الشباب، الحته دي معلومه دي حلوه قوي هتنفعك بجد والله، حلوه حلوه يعني. بص بيقول لك انواع الشباب، النخبه اللي هم اتعلموا كويس وتربوا كويس، يعني حاجتين، النخبه دولت اللي هم خدوا تعليم جيد جدا وخدوا تربيه عاليه جدا.
طب النوع الثاني المحظي. المحظي اللي هو اولاد بقى اللي عندهم واسطه واللي بيلاقوا شغل من غير ما يقفوا في الطابور والى اخره. طبعا الفئه دي موجوده ولازم نتكلم عنها من الفساد في مصر. كمان عندك الشباب بقى اللي هو الفئه الثالثه المكافح، اللي هو بيبقى عارف بيبقى امكانياته بسيطه لكن بيكافح ويخش كليه ويبقى حاجه كبيره بعدين. شباب المكافح، الشباب بقى الاخير شباب الظل. شباب الظل ده الشباب المقهور اللي هو الفقير اللي مش عارف يعمل ايه. فاربع انواع من الشباب لازم نتكلم عنهم، الشباب مش نوع واحد. طيب المعلومه الاخيره، خلي بالك الشباب هم اكثر الناس تاثرا بالعولمه، العولمه اللي هو انفتاح العالم على بعضه يعني. فشفت المعلومات دي، تعال نروح للجانب الوجداني بقى في التعبيرات. بص، بدايه المخاض صعبه. يعني ايه المخاض؟ الولاده يعني. في الولاده الام تتالم و يعني تقضي اوقاتا طويله في الالم والمعاناه، لكن في النهايه بتحصل على طفل جميل. هذا الطفل الجميل يخفف عنها كل الالام. ده تشبيه ضمني يعني، يعني كاني بقول لك ان احنا نصبر على اللي احنا فيه علشان المولود الجديد يتولد اللي هو المستقبل الجميل. فدي تعبير جميل ممكن تستثمره او ممكن تستخدمه. ايضا الشباب هم القاطره التي تدفع للامام. الله عليك وانت بتكتب الكلام ده، هم القاطره التي تدفع للامام. يد تبني ويد تحمي، هذا شعار معروف وجميل. صلابه العزيمه ومرونه التنفيذ، لازم الشباب عنده الاثنين. ها، انكم ربيع هذا البلد، جميل قوي، شباب ربيع هذا البلد. كونوا فوق الازمات، وكان الازمات استعرمك ليه يعني. بص تعبيرات لطيفه كده جميله تعطي لموضوعك يعني رونق كده. شواهد بقى، قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، منها شباب، منها شبابك قبل هرمك. هرمك يعني اللي هو إيه؟ يعني شيخوختك يعني. برضو من الشواهد الجميلة بني مصر صونوا لها حقها، كبار النفوس كبار الشيم. سلاما شباب النيل في كل موقف على الدهر يجني المجد أو يجلب الفخرة. بص مش شرط كل الشواهد دي تكتبها، احفظ اللي تعرف تحفظه منها. المشاعر بقى، حب الكبار للشباب، توقير الشباب للكبار، لازم أبرز المشاعر دي. روعة الإبداع وجمال الإبداع، فرحة النصر في أي مجال سواء مادي أو معنوي. أهمية بقى، الشباب هم الطاقة، هم الوريث الشرعي لهذا البلد، هم أصحاب التطوير والإبداع. مجتمع بلا شباب مجتمع بلا مستقبل، دي حقيقة. لكن اليابان بتشتكي من النقطة دي، كثرة الأطفال والشيوخ وقلة الشباب. كمان أخيرا شباب درع هذا الوطن وحاميه. طبعا أنا ما كتبتلكش موضوع، أنا في موضوع عن الشباب هتلاقيه، بس أنا عايزك أنت في الفولدر برضو هتلاقي موضوع على الشباب، وياريت تقراه. هو صحيح مش بتاخد من الخريطة الذهنية قوي، لكن أنت ممكن بقى تعمل خليط كده، مزيج كده، أنك أنت تمسك تقرا الموضوع اللي مع الفولدر ده وتقرا العناصر دي، ويا سلام عليك تكتب موضوع وإن شاء الله يبقى موضوع حلو وزي الفل بإذن الله رب العالمين. الموضوع الثالث بنفس الطريقه، تعالى ما احنا قلنا النهارده حلقتنا حلقه تطبيقيه شباب. الموضوع الثالث وموضوع متوقع برضو، الموضوع المهمه والثالث والاخير، انا هناقش معاك ثلاث موضوعات والباقي ممكن انت تقراه من الملزمه اللي موجوده، لان خلاص بقى وانا هرفع شباب برضو الفتره اللي جايه. يعني انت كده بص بعد كده، انا لو انت متابعني بقى ورفعت على صفحه الفيسبوك خريطه زي ديت لموضوع تعبير، صدقني انت هتكتب على طول خلاص ما انت فهمت الموضوع ازاي. فهمت انك هتستثمر شويه المعلومات اللي على اليمين ديت في ان انا اطلع موضوع قوي ليه معلومات، والمعلومات اللي على الشمال يبقى امتزج فكر الطالب بوجدانه. جميله جدا. امتزج فكر الطالب بوجدانه. تعال نشوف بقى الوحده العربيه، بمناسبه طبعا ان في دلوقتي قوه عربيه بيحاولوا ينشئوها، وان الجيوش العربيه بدات تجتمع، وان رؤساء هذه الجيوش اجتمعت وقررت بدايتها. فطبعا ده معلومات موضوع مهم جدا. تعال نشوف يا سيدي ارقام عدد العرب كام. عدد العرب ما يقرب حسب اخر احصائيه يعني حوالي 370 مليون عربي. على فكره الكتله السكانيه كبيره، 370 مليون عربي. كم دوله عربيه؟ الغريب بقى يا جماعه بجد، انا كل ما اسال حد على كم دوله عربيه، يعني كده لو مش باصص على الشاشه دلوقتي ممكن ما اعرفش. هم 22 دوله عربيه، 22 دوله عربيه. كمان مساحه الوطن العربي حوالي 14 مليون كيلومتر. الكلام ده كله هتستثمره ان شاء الله. معلومات سريعه كده، طبعا تاريخ الاول، ها، ان الاسلام وحد العرب وجعل لهم شان، ان الوحده حققت النصر في اهم ثلاث معارك في التاريخ، حطين و عين جالوت وحرب اكتوبر. الوحده يعني في حطين لما توحد مصر والشام هزموا الصليبيين في معركه معروفه جدا غيرت التاريخ كله بتاع المنطقه. في برضه قدام التتار
لما اتحد المسلمين، كان طبعا ده آخر أمل بقى، عندما اتحد المسلمون في معركة عين جالوت بقيادة قطز زي ما درست في إسلام زمان، هزمنا أقوى قوة على الأرض اللي هي التتار. كمان حرب أكتوبر لما توحدت مصر والشام، مصر والشام يا رب يفك الكرب عن الشام وعن أهل سوريا يا رب، مصر والشام لما تحققت الوحدة الوطنية ما بين مصر والشام، هزمنا اليهود هزيمة منكرة إلى الآن، مش مصدقين إنهم تهزموا الهزيمة دي، عشان كده بيبهدلوا في سوريا وبيبهدلوا في الدنيا ومش عارفين، مش عايزين أي وحدة أبدا طبعا. يبقى إذن بذكر النقاط دي كمان يا شباب من التاريخ، إن إحنا لغة واحدة بقالنا كم سنة، 1500 سنة لغة واحدة العرب كلهم، ولغة قوية جدا. كمان دين واحد يا جماعة، يعني كل مقومات الوحدة موجودة في هذا المكان، من أهم الأماكن في العالم كله ده، حتى جغرافيا القلب الوطن العربي وقلب العالم. نروح للمعلومات بقى، من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن يعني تلهو بها في المعلومات شوية، إن الجزائر أكبر دولة عربية والبحرين أكثر أصغر دولة عربية، يعني تقول مثلا إيه من الجزائر للبحرين يعني حجما يعني، واخد بالك. كمان خلي بالك الوطن العربي يمتد من البحر المتوسط للمحيط الهندي، يعني من شمالا البحر المتوسط للمحيط الهندي، وشرقا من الخليج العربي للمحيط الأطلنطي. ده برضو ممكن تستثمره وانت بتكتب. الأسواق، الحتة دي مهمة قوي، حلوة قوي، ان انا اتحدث ان العالم كله دلوقتي اصلا بيتجه للوحدة، والوحدة الاقتصادية من اهم الوحدات جدا، كمان ممكن توازي وتساوي الوحدة العسكرية. الوحدة الاقتصادية، وهضرب أمثلة، السوق العربية، السوق الأوروبية، السوق الأوروبية، احنا ما فيش سوق عربية، احنا بنحلم يعني، بقول السوق الأوروبية المشتركة، آسيا عملت حاجة اسمها سوق آسيان، إفريقيا عملت حاجة اسمها سوق الكومب، أمريكا الجنوبية عملت حاجة اسمها سوق المير أو سوق مير. إيه ده؟ ده بص الناس كلها عمليه حوالينا بيعملوا سوق، ونفذوا فعلا، نفذوا وحدوا العملات وعملوا حاجات كتيره قوي، لغوا الجمارك وعملوا حاجات كتير قوي. اذا الوحده العربيه بتكلم فيها عن السوق العربيه المشتركه، الحلم الجميل اللي يا رب يتحقق ان شاء الله. حديثا طبعا ان في دلوقتي اجتمع رؤساء الجيوش في الدول العربيه عشان يكونوا قوه تحمي العرب عند المفاجآت في مواجهه الارهاب، مثل الجماعات التكفيريه وجماعات الارهاب الذين يذبحون الناس وغيره. دي المعلومات اللي هي الفكر. طب تعال نروح للوجدان بقى. بص بقى يا سيدي، الله على الجمله دي، بيقول لك على اختلاف مشاربهم السياسيه ومعتقداتهم ومذاهبهم، مشاربهم السياسية، لاحظت استعارة مكنية جميلة، ها تفاح لبنان وزيتون فلسطين، ايه استاذ انت هنأكل يعني ولا انا؟ لا، دي رمز لخيرات العرب، يعني عارفين ان لبنان بتشتهر بالتفاح وفلسطين بتشتهر بالزيتون، فانا ما اقول مثلا يعني مثلا وقد ضاعت خيرات العرب فلا تفاح لبنان ولا زيتون فلسطين، فهمت المعنى ده؟ يعني انت بتعبر هنا عن خيرات العرب باشهر حاجة عند هذه البلاد. كمان شوف بقى، تشتت الشمل وضياع العزة، اسرائيل الخنجر المسموم في ظهر العرب. كمان في جملة مشهورة قوي، ويل للعرب من شر قد اقترب، سيف واحدة تقطع رقاب الفتن. الجمل دي يا ريت تقولها. أرأيتم من هو أنسب من العرب وحدة، يعني سؤال استفهام استنكاري، أرأيتم أمة كل مقومات الوحدة موجودة ولا تتوحد؟ كمان إنها مجزرة ذاتية حين نتحارب. الجملة دي ممكن تستثمرها. يا لفرحة الصهاينة من تشرذمنا، يا لفرحة الصهاينة من تشرذمنا. المشاعر عايزك تبرزها، مشاعر حب الوطن، الحزن، الغضب، الحماس، الأمل، برضو من الشواهد الجميلة قدامك ايه. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. برضو عندك بيت في المهاجر انا استثمرته هنا، كل شعب فشى التعصب فيه وهان والموت من بعد هواني. ها شباب، الحلقة دي تطبيقية، وانا قلت انها تطبيقية، وقدر الامكان ما حبيتش اطول، بس عرضت لك عناصر. فلذلك يا شباب يا رب تكونوا استفدتم من الموضوع ده، واستفدتم من الحلقة التطبيقية دي، ان انا ابدأ بقى امسك الكلام ده اطبعه وانزله عندي، انزله عندي الاول واطبعه يعني، وبعد كده ابدأ احاول اكتب، وكل ما القلم يقف ابص على الخريطة الذهنية، هتلاقي نفسك والله بدأت تكتب وبدأت الافكار تجي لك. ولو القلم وقف برضو اوصيك وصية برضو يا جماعة، عشان حكاية القلم وقف دي بتجي كتير قوي، ارمي القلم. بص القلم لو وقف برضو تعمل الآتي،
بص على قطعة البلاغة اللي عندك اللي جايبها لك في ورقة الأسئلة بتاعت الامتحان، ممكن تاخد منها بيت أو بيتين تشرح ويكبر لك الموضوع. بص على قطعة النحو اللي جاية لك، ممكن تاخد تستلهم منها فكرة. ممكن تفتكر موضوعات القراءة اللي عندك، ممكن بس يا جماعة لمس خفيف كده، مش هنقل موضوع القراءة، مش هسمع موضوع القراءة، لأن أنا من ضمن التحذيرات اللي حذرتها كتير قلت إن إحنا مش بنيجي نسمع موضوع القراءة شباب. طيب ده بالنسبه لموضوعات التعبير وازاي القلم ما يقفش وازاي نكتب كتير ومش هتقدر تكتب كتير الا بالمعلومات. وبعدين ميزه الحاجات دي انها صفحه واحده، صفحه واحده مش هتقعد بقى تقلب وتقعد تعمل كتير. فيا ريت يا شباب تكون طريقه الخريطه الذهنيه اديتكم معلومات عن اهم الموضوعات المتوقعه، اديت لكم فعلا الموضوع مكتوب بالفعل. يا ريت انت تمسك ورقه وقلم بقى وتجرب وهتلاقي ان شاء الله باذن الله قادر تكتب طبعا باذن الله يا رب العالمين. طيب استاذ دلوقتي في بعض التساؤلات السريعه كده انا كنت موجوده على النت ورفعتها قبل كده وهضمنها في الفيديو ده برده عشان تستفيدوا منها، ان جميع التساؤلات طبعا عملتها لكم بطريقه ظريفه كده عشان اوفر وقتكم. في 5 دقائق بالظبط بعد ما اخلص هتلاقي تساؤلات الطلاب كلها اللي تخطر على بالك موجوده باجابتها. طب والتعبير الوظيفي يا استاذ برضو نفس الحكايه، في اخر الفيديو برضو هتلاقي دقيقتين بالظبط بتراجع فيهم التعبير الوظيفي. التعبير الوظيفي ده يا جماعه مش محتاج كلام خالص، انا عايز اوفر وقتكم. التعبير الوظيفي ده انت لو شفته بس مره كده خلاص الموضوع بسيط ما تتخيلش، وبسيط قد ايه ان شاء الله. واي طبعا اسئله تقف قصادكم ابعتوا لي. ابناء الطلاب ارجو ان تكون حلقه اخر كلام في التعبير قد افادتكم وقد لمست نقطه الضعف وعالجتها، واللي مش عارف الشروط او لقى ان المساله اتعرضت بسرعه ممكن يرجع لحصص التعبير زي ما قلت على قناه اليوتيوب. عندك حصه بعنوان كيف تكتب 40 سطرا في ربع ساعه، عندك حصه بعنوان كيف تكتب موضوع تعبير وتحصل على الدرجه النهائيه، عندك حصه كيف تكتب موضوع تعبير، 3 حصص انا شارحهم على اليوتيوب متنوعين. ده لو انت عايز الشروط، لكن لو عايز التطبيق احنا عملناه في حلقتنا. ولو عايز تبعت لي تكتب موضوع تعبير وتبعت لي ابعت لي وربنا يقدرني ان شاء الله باذن الله. معلش انا بعتذر لبعض الناس اللي بعتوا لي وانا ما صححت لهمش، لان فعلا كانت زحمه قوي الايام دي، لكن الناس كانت بتبعت لي باول السنه وانا يعني بصححها. وازاي تبعت لي ديت؟ امسك موضوع تعبيرك واكتبه وصوره بالموبايل وابعته لي في ثانيه هيجي لي ان شاء الله باذن الله رب العالمين، على الخاص طبعا باذن الله رب العالمين. ابناء الطلاب ارجو الا اكون قد اطلت عليكم، وارجو ان اكون قد عالجت بعض نقاط الضعف عندكم في موضوع التعبير، وارجو ان نهتم بهذا الأمر جدا نظرا لأن موضوع التعبير درجته كبيرة تمثل 3.5% من مجموعنا الكلي. أبناء الطلاب أستودعكم الله وأدعو لكم بكل ثبات وكل توفيق إلى أن ألقاكم في الحلقة المهمة القادمة وهي حلقة المختارات. حلقة المختارات إن شاء الله هنختار أهم الأسئلة من كتاب المدرسة ومدير التقييم، يعني في كل فرع أقول لك دي حوالي 10 أسئلة في كل فرع من أهم الأسئلة وإزاي تجاوبها إن شاء الله. أبناء الطلاب أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.